السلام عليكم. اليوم نعرفكم بإقامة راهي يعني تقرب النهاية تاعها واللي تقع في منطقة ولاد فايت بجنوب الغربي للعاصمة الجزائرية، واللي نشاهد هنا يعني طرقت يعني العمل تعتبر جيدة، يعني بون فينيسيون. وصاحب هذه الإقامة هو نفسه اللي دار الإقامة نتاع بالكولين في جنان السفاري، نفس إذا نفس المطور العقاري اللي راه يعمل حاجة مليحة في منطقة بلاد فايت. أترككم مع هذه الفيديو، وإن شاء الله يكون في فيديوهات أخرى لمشاريع أخرى لنفس المطور العقاري هذا. والسلام عليكم.